يا ذويب دوي مناط خهر مبالغة تار يا سلاطين الفعايل ويا ساداتها حن حماة البلباي سيف قصص العمر في مكاسبنا ونمشي على مشاتها إيه حن المغاتير معسود البكار في زمان اليوم ولا زمان فاتها في زمان اليوم ولا زمان فاتها قربوا لي دلتال كيف لا ضح البهار هاتي يا فكري بيها وتنتج ملاتها جاكم اللي بيت شعره مثل قطح الشرر القريحة مثل الأبيات من عاداتها شعر اللقام في موقف شباب نار ساحة الشعار تبصم له بصمتها شلها يا قرب ممدوح واعلنها جهار خلها تلفت جميع البشر ببياتها يا ذويب دوي من الطرخه المبلغ تار يا سلاطين الفعايل ويا ساداتها حن حماة باللباس سيف قصص العمار في مكاسبنا ونمشي على مشاتها إيه حن أهل المغاتير معسود البكار في زمان اليوم ولا زمان فاتها واسمن المشعب واسمن على الذود الخيار من مهابتنا عطل بعد هيباتها يوم بيشك ما نجاه الطمع بها وغار طامع الفيلم وروح لقيت مسألتها الحق بدوي بسيف حما شعب العفار والجنب جابه ورا لابتي خيالة البن معسفة المهار يشهد التاريخ بالفعل وبغزواتها أهل عش وكرام الهم صيتن وقار من كرمهم شايع بالعرب مداتها من بني شداد صل باللقح طال الحرار إيه حن روس ضيغم وحن هماتها صاملين اليقدام نون بطش ما نجار لابتي دايم تهاب في صباح الحزم ما بين كار وبين فار رحت من عيال عمان واخذنا ثارها ما نطش الا شيوخ من الروس الكبار ذي عوايد لابتي والفعول اثباتها شيخنا سلطان والهدنا والافتخار نزل شيخان القبيله ومن قادتها صار من يمسند للكبار وللصغار له يمين من هتخشى العرب سطوتها عز والله عز يا دينة عجر وشرار دينة على الديار اعتلت هضماتها واختصرها يا هل العرف واطول العمر لا بتي قمه ولا تنحسب طلاتها لا بتي قمه ولا تنحسب طلاتها قربوا لي دلتال كيف لا ضح البهار هاتي يا فكري بيها وتنتج ملاتها جاكم اللي بتشعره مثل قطح الشرار القريحة مثل الأبيات من عاداتها شعر اللقام في موقف شباب نار ساحة الشعار تبصم له بصمتها شلها يا القرب ممدوح واعلنها جهار خلها تلفت جميع البشر ببياتها يا ذويب دوي من الطرخه المبلغ تار يا سلاطين الفعايل ويا ساداتها حن حماة باللباس سيف قصص العمار في مكاسبنا ونمشي على مشاتها إيه حن أهل المغاتير معسود البكار في زمان اليوم ولا زمان فاتها واسمن المشعب واسمن على الذود الخيار من مهابتنا عطل بالبعد هيباتها يوم بيشك ما نجاه الطمع بها وغار طامع الفيلم وروح لقيت مسأتها الحق بدوي بسيف حما شعب العفار والجنب جابه ورد لابتي خيالة البن معسفة المهار يشهد التاريخ بالفعل وبغزواتها أهل عش وكرام الهم صيت وقار من كرمهم شايع بالعرب مداتها من
بصباح الحزم ما بين كار وبين فرحت من عيال عمان وخلنا ثارها ما نطيش الا شيوخ من الروس الكبار ذي عوايد لابتي والفعول اثباتها شيخنا سلطان والهدنا والافتخار نسل شيخ القبيلة ومن قداتها صير من يمسند للكبار وللصغار وله يمين من تخشى العرب سطوتها عز والله عز يا ديرة عجر وشرار ديرة عن الديار اعتلت أنباتها واختصرها يا هل العرف وطول العمر لا بتقمع ولا تنحر